أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة ترتيبات المشهد اليمني بعد مقتل صالح وتدخل الأجندة الإقليمية في مستقبل اليمن عبر بعث وإحياء أقارب الرئيس المخلوع. إذن ظهور جديد للعميد طارق صالح قائد القوات الخاصة الذي كان له دور كبير مع عمه في الانقلاب على الشرعية، وبينما يجري إعداد الرجل وتسهيل تنقلاته وإعداده وفق أجندات إقليمية تستهدف مستقبل اليمن، يعجز الرئيس هادي عن مغادرة مقر إقامته في الرياض والعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، مفارقة تنبئ عن ترتيبات تدور في الأروقة الإقليمية لقادم المشهد اليمني. هذه الترتيبات أصبحت محل استهجان اليمنيين الذين يرون فيها قفزاً على جراحهم التي سببتها حرب الانقلاب خلال الثلاث السنوات الماضية. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما الذي يعنيه ظهور العميد طارق في مناطق الشرعية التي يرفض هو شخصياً الاعتراف بها، وبينما يعجز الرئيس هادي عن العودة إلى العاصمة المؤقتة، وما الذي يمكن لليمنيين فعله إزاء الترتيبات الجديدة التي تستهدف إحياء مشروع صالح الذي تحالف مع ميليشيات الانقلاب على الشرعية؟ قبل أن نبدأ في النقاش مشاهدينا، نتابع هذا التقرير. 40 يوماً مرت على مقتل صالح، كانت كفيلة بالإفصاح عن شيء من أشياء ترتب تحت الطاولة، فالمشهد بعد صالح بالتأكيد ليس كما كان في وجوده فيما يتعلق بوضع الانقلابيين، فالرجل كان يوفر لهم غطاء سياسيا وقنوات تواصل مع الخارج الذي كان يراهن على برجماتيته، لكنه في الأخير وقع ضحية لذلك المشروع الذي دشنه بالتحالف مع الحوثيين والانقلاب على الشرعية. على الناحية المقابلة، الواضح الآن أن مشروع صالح لم يمت بخروجه من المشهد كما كان يعتقد البعض، خصوصا فيما يتعلق بالأجندة الإقليمية التي لجأت إلى أقاربه في المضي قدما في مخططاتها باليمن. فظهور طارق ابن الأخ الشقيق سالما المعافى في مناطق الشرعية وبتأمين وحماية من قوات التحالف وتأكيده التمسك بما ورد في خطاب صالح الأخير مقابل الحصار المفروض على الرئيس هادي وعدم قدرته على العودة إلى العاصمة المؤقتة، مؤشر واضح على أن اليمن لا تسير وفق ما أرادته الشرعية والشعب اليمني من الاستنجاد بالجوار للتصدي لتحالف الانقلاب. وعليه يبدو بأن زمام الأمور وما يتعلق بمستقبل اليمن لم يعد بيد الشرعية وحدها، على اعتبار أنها لا زالت تملك شيئا في الأصل. الترتيب الإقليمي لتوريث مشروع صالح يرافقه تحشيد جماهيري في الداخل لتغيير صورة العميد طارق الذي أسهم كثيرا مع عمه في إنجاح الانقلاب، وجعله بالطرف المقابل هو استفزاز لجرح اليمنيين الدامية من أفعالهما. التي خلفها المجرم السفاح عفاش وزبانيته. هذا الاستفزاز قابله ردة فعل من شباب الثورة في تعز الذين طالبوا بمحاكمة شركاء الانقلاب، وجعل تعز تحتفل بأربعينية صالح على طريقتها وبما يليق بجراحها. فالقفز على التاريخ أمام ذاكرة الجماهير الحية فعل خاسر، والمرهنة على أوراق الماضي منتهية الصلاحية فعل خاسر أيضا، وثلاثة أيام من الدفاع عن النفس لا تمحي ثلاثة أعوام من قتل اليمنيين. إذن مشاهدينا، نستهل أو نبدأ النقاش. سينضم إلينا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي من مدينة تعز. سيد عبد الهادي، مساء الخير. يا مساء النور أخي. أهلا بك سيد عبد الهادي. يعني بعد مقتل صالح والذي كانت تراهن عليه دول عدة لحسم المعركة مع الحوثيين، هل بقيت اليوم أوراق حقيقية لدى هذه الأطراف بديلة عن صالح؟ وما مدى جدواها؟ لا أعتقد أولاً أن هناك أطراف يمكن أن تغطي هذا الملف. إذا كان صالح قد ظهر بتلك الحالة من الضعف ولم يستطع عمل شيء، وهو الذي كان يعتبر نفسه المنسك بخيوط اللعبة، فلا أعتقد أن أي من هؤلاء يمكن أن يغطي هذه المكانة إلا في حالة إذا أراد التحالف العربي
أن يخلق بفعل الإمكانيات التي بيده شخصيات فهو في هذه الحالة يستطيع، لكن يجب أن يكون تحت غطاء الشرعية نفسها. نعم، لكن سيد عبد الهادي، يعني ما الذي يعنيه تواجد طارق صالح في مناطق الشرعية ودون اعتراف بها؟ لا أعتقد أن التحالف قد يقبل هذه المسألة إطلاقا، لكن يبدو أن هناك ترتيبات، لأن التحالف في أصله وجد أساسا لدعم الشرعية، ولا أعتقد أن هذا الوجود سواء لطارق أو لغيره يمكن أن يكون ذا جدوى بدون أن يكون تحت مظلة الشرعية نفسها. نعم، لكن هناك يعني وقائع كثيرة تدلل أو تؤكد أن هناك مشروع لإعادة تدوير يعني أبناء صالح وإبرازهم للمشهد من جديد، وهذا ليس خفي اليوم. لا أعتقد أنا لا أبدو أن هناك إذا كانت المسألة أن هؤلاء سلموا أساس الحوثي كل ما بيدهم، حتى الحوثي مبنية من الميليشيات لا تتجاوز عدد كتائب لنقل على العالم. نعم، إذن يبدو أننا نواجه مشكلة في سماع السيد عبد الهادي العزعزيسة، يتم معاودة الاتصال به مرة أخرى، ولكن سنرحب بمدير دائرة الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي، سينضم إلينا من فيينا. مرحبا بك سيد توفيق. مرحبا بك وبجميع مشاهدي برنامجكم الكريم. أهلا بك سيد توفيق، يعني على ما يبدو أن هناك محاولات لإعادة تدوير رجالات النظام السابق وشركاء الانقلاب من ناحية حقوقية، هل يمكن للسياسة أن تقفز على حقوق المدنيين المنتهكة؟ ما نريد أن نؤكد عليه جيدا أن صالح حكم اليمن 83 عاما، انتفض عليه الشعب اليمني في 11 من فبراير عام 2011، وارتكب الرئيس السابق صالح مجموعة من الجرائم والانتهاكات بحق المتظاهرين السلبيين، وجاءت المبادرة الخليجية التي أنقذت الرئيس صالح من المساءلة القانونية، وإن كانت المساءلة لم تسقط لكن كحل سياسي لخروج البلد من المأزق الذي كانت تعيش فيه. بعد ذلك تحالف الرئيس صالح مع جماعة الحوثي الانقلابية ضد الشرعية اليمنية في 21 من سبتمبر، وسقطت العاصمة صنعاء، وارتكبت بمجموعة من الجرائم الكبيرة والمروعة التي لا تسقط بالتقادم بحق اليمنيين، سواء كان إخفاء قسريا أو تعذيب إلى غير ذلك من الانتهاكات المرصودة، وصدر قرارا من مجلس الأمن بمتابعة ابن الرئيس السابق أحمد علي وبعض الرموز، وأيضا بعض قيادة جماعة الحوثي، وجعلتهم ضمن قائمة المطاردين. ما حدث في صنعاء بين جماعة الحوثي في أواخر عام 2017 هو في حقيقة الأمر صراع بين طرفي الانقلاب، لا يمكن لأي عاقل أن يعتبر أنه ما حدث في صنعاء كان من أجل الشرعية الوطنية أو كان من أجل عيون سبتمبر اليمني، وإن ظهر في الإعلام كذلك، لأن الأمر واضح في خطاب الرئيس السابق، والشعب اليمني والمنظمات والأحرار تفاعلوا مع موت الرئيس صالح من جانب من الزاوية الأخلاقية التي يمتلكونها. نعم. ومن القيم الأخلاقية والثقافة اليمنية التي تتعاطف مع القتيل أيا كان ولو كان عدوك، ونحن لدينا في العادات وتقاليد يمنية للتعامل الإيجابي حتى مع قاتل والدك ما دام في مثل هذه اللحظات الحرجة. نعم. ظهور طارق صالح في شبوة مؤخرا، هذا لا يعفي الرجل من كل الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت بحق الأحرار
أو بحق المدنيين خاصة في تعز أو في صنعاء، لأنه كان طرف شريك أساسي في الانقلاب. العقل السياسي اليمني كان ينتظر من طارق صالح في شبوة أن يعلن اعتذاره عن الفترة السابقة، نعم، وأن يعلن توبته بالاعتراف بالشرعية اليمنية، ثم بعد ذلك ينضم طواعية إلى صفوف الأحرار في مأرب وفي غير ذلك. نعم. وبالتالي يعني تبين للقاصي وللداني أن هنالك مخططا ربما لإعادة التدوير كما قلت لك، كما ذكرت شخصيتكم الكريم، لكن نعم، كل هذا الأمر لا يعفي كل الرموز، سواء طارق سواء أحمد، حتى ولو أعلنوا انضمامهم للشرعية، لأن الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم بتاتا. طارق، نعم، أحمد، جميع الرموز الذين شملهم قرار مجلس الأمن، هؤلاء هم ملاحقين وسيتم ملاحقتهم سواء على مستوى القضاء الداخلي أو على مستوى القضاء الخارجي، لأنهم مجرمين في نظر القانون اليمني، ومجرمين أيضا في نظر أو في عيون الأمم المتحدة والقرارات التي صدرت بهذا الخصوص. نعم. إذن سأعود لأستكمل معك سيد توفيق، لكن سنرحب بضيفنا الآخر من العاصمة الأردنية عمان، سيد مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام. سيد مختار، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيوفك الكرام جميعا. أهلا بك سيد مختار. يعني من الواضح أن هناك ترتيبات لإعادة إحياء أركان النظام القديم المنقلب على الشرعية، وأيضا بمعزل عن الشرعية نفسها، أنتم كيف تنظرون إلى هذه المحاولات؟ أولا كما قال فخامة رئيس الجمهورية أن الدور السياسي لعائلة علي عبد الله صالح الرئيس السابق قد انتهت، وحتى وإن هناك محاولات لإعادة للواجهة، فأنا أعتقد أن هذه المحاولات تتبوء بالفشل، خصوصا أن الظهور الأول لطارق صالح ظهر بخطاب ما قبل أحداث ديسمبر، وما قبل يعني هذا الخطاب كان يمكن أن يتحدث به وهو في صنعاء بين قواته وبين جماهيره. أما الآن وقد أصبح في مناطق خاضعة للشرعية، وكذلك مناطق يعني جاء إليها بعد أن هرب من العاصمة صنعاء، فأنا أعتقد أن هذا الخطاب مرفوض ولا يمكن القبول به، أن يدعو إلى وقف الحصار وإلى وقف الحرب. هذا خطاب، هو خطاب عبد الملك الحوثي، دائما ما يتحدث عبد الملك الحوثي إلى وقف الحرب ووقف الحصار والعودة للمشاورات السياسية. هو هذا ما يعني الموقف الذي أثار استغراب الجميع، يعني من مواطنين وسياسيين وجميعهم، يعني في مناطق الشرعية والرجل يتحدث بلهجة عبد الملك الحوثي، يعني ما أين هو دور الشرعية، وما الدعم الذي يعني يلاقيه هذا الرجل لكي يتكلم بهذه القوة من مناطق الشرعية؟ أولا أنا أقول لك أن وردتني معلومات أن طارق وعائلة علي عبد الله صالح بشكل عام يعني حتى هذه اللحظة سكتت، لأن ولم تخض في الحديث عن ما حدث لعلي عبد الله صالح، وايضا عن موقفها القادم، هو بسبب ان جزء كبير من عائله علي عبد الله صالح ما يزالون يعني مختطفين لدى الميليشيا الحوثيه. لكن نقول طالما ان طارق ظهر وظهر امام الاعلام، كان الجميع ينتظر منه خطابا عقلانيا، كان الجميع ينتظر منه ان يعلن القتله الحقيقيين لعمه وانه سوف يشارك في القتال ضدهم. اما الان يتحدث اليوم عن ايقاف الحرب وعن الحصار، فنقول ان حتى وان كان هناك يعني يتم تجهيز سيناريو قادم لطارق علي عبد الله، لطارق نجل شقيق علي عبد الله صالح، نقول ان اي سيناريو بعيد عن الشرعيه سيكون هو ضد الشرعيه، وسيصيب ايضا الداعمين، سيجعل من الداعمين لطارق صالح، نعم، سيجعل منهم أعداء للشرعية وأعداء للشعب اليمني. نقول، نعم، أن دعم الكيانات خارج إطار الشرعية خطر يهدد التحالف نفسه. حينما، نعم، دعمت الإمارات ما يسمى بالمجلس الانتقالي، هي أحدثت شرخ كبير بين الشرعية وبين دولة الإمارات، وما تزال المشكلة قائمة حتى هذه اللحظة. نعم. أن تقوم الإمارات اليوم بإعادة إنتاج طارق صالح، وأن تقوم بإنتاج النظام القديم الذي قتلنا طوال 3 سنوات، واليوم يتحدثون بنفس النبرة ويتحدثون بنفس الطريقة، نقول أن هذا مرفوض ولا يمكن القبول به. نعم. نحن، لكن سيد مختار، في هذه النقطة تحديدا، نعم، في هذه النقطة تحديدا، مر عامين، نعم،
مر عامين على هذه التحركات أو التصرفات المشبوهة من أطراف داخل التحالف العربي، دعم كيانات، إعادة تدوير النظام السابق، أيضا عدم الاعتراف بالشرعية بشكل واضح وصريح، بالمقابل صمت للشرعية مريب يعني من هذه التحركات التي قد تفضي في نهاية المطاف لانقلاب آخر عليها. ما الذي تنتظر الشرعية لتحدد موقف مما يحدث؟ سيد العزيز، الرئيس الجمهورية قد تحدث وبالفم المليان أن عائلة علي عبد الله صالح ودورها السياسي قد انتهى، خصوصا من صدرت بحقهم قرارات. بالتالي ما الذي تريدون من الحكومة أن تقول ومن الرئيس أن يخرج؟ هل تريد أن يقوم بمواجهة الإمارات وتواجدها في اليمن؟ لا أعتقد أن هذا سيحدث، لأن الرئيس الجمهورية والشرعية حريصة على بقاء التحالف كتلة واحدة أقل شيء حتى يتم إنجاز الأهداف التي جاء التحالف. هي ليست مواجهة للإمارات يا سيد، يعني ليست مواجهة مع الإمارات، ولكن على أقل تقدير أن يتم معرفة ما الذي يحدث، يعني ما الذي إلى أين يريدون الوصول بالبلد في ظل هذه السياسة، يعني ما هو مستقبل الشرعية في ظل ما يحدث؟ الشرعية هي العامل الأساسي والعامل المحرك لتواجد التحالف ولتواجد وشرعيتهم أيضا. شرعية تواجدهم في اليمن هي مستمدة من الشرعية، ورئيس الجمهورية والشرعية هي التي بيدها القرار، وهي التي تستطيع أن تخلط الأوراق وتستطيع أن يعني تعيد ترتيب الوضع. لكن نقول أنه حتى هذه اللحظة نقول أنه ما زال بإمكان الإمارات أن تلعب دورا إيجابيا في موضوع طارق صالح، وكذلك بالقيادات العسكرية التابعة لصالح والتي خرجت من صنعاء، بأن يتم ترتيب الوضع مع الشرعية. لكن أن يتم ترتيب وضع خارج الشرعية ويعني ترتيب معسكرات جديدة لهم خارج إطار الشرعية فهذا مرفوض. لا يمكن القبول أن يتم إنتاج أو عمل معسكرات خارج إطار الشرعية وتكون هذه المعسكرات يعني خارج إطار الشرعية ولا تستمد الشرعية ويكون لها كيان موازي. لا يمكن أن نقبل بحفر جديد في اليمن. اليمن لدينا شرعية واضحة، لدينا جيش وطني، لدينا رئاسة هيئة الأركان، ولدينا جيش يتم ترتيبه منذ 3 سنوات. بالتالي أي كيانات خارج إطار الشرعية خارج إطار الجيش الوطني لا يمكن القبول بها، لأنها ستولد إشكالية في المستقبل. وأي تواجد عسكري خارج إطار الشرعية التي كنا نشكو منها في عدن وفي المناطق الجنوبية اليوم يتم إنتاجها ويتم محاولة إنتاجها في الشمال، وليس بغريب وليس بمستغرب أن يتم إنتاج حزام أمني جديد في المناطق الشمالية، وهذا مرفوض. وقد ولذلك نحن نأمل أن تتدارك الشرعية كل ما يحدث أخرى. نعم، نأمل أن تتدارك الشرعية كل ما يحدث ويعني تعمل على إيقاف كل هذا العبث. لكن سأعود إليك سيد مختار الرحبي، أذهب لضيفي الآخر السيد توفيق الحميدي، مدير دائرة الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات. سيد توفيق، يعني أنتم في المنظمات التي تتبنى الدفاع عن الحقوق والحريات، كيف تنظرون إلى تصدر أشخاص متهمون ومشهود عليهم بارتكابهم لانتهاكات ضد المدنيين؟ نحن كمنظمات حقوقية نتمنى ألا تتكرر تجربة عام 2011 أو 2012 الخاصة بالمبادرة الخليجية التي أخرجت أو حاولت أن تعفي الرئيس السابق علي عبد الله صالح من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين السلميين في العاصمة صنعاء وغيرها من بقية المحافظات اليمنية. هنالك مبدأ حقوقي واضح بأن الجرائم لا تسقط بالتقادم. الأمم المتحدة كانت واضحة بأنها غير معنية بقرار العفو الذي صدر أو مشروع القرار الذي أو القرار الذي صدر من التشريع الذي صدر من البرلمان اليمني بإعفاء الرئيس السابق آنذاك من الجرائم التي ارتكبها، وكذلك هي غير معنية وغير ملزمة بنتيجة المبادرة الخليجية كمبادرة سياسية حاولت أن تعفي الرئيس السابق من جرائمه. وكذلك الحال هو نفس الشيء مع أركان هؤلاء الرموز، طارق أو غير طارق. هؤلاء نحن كمنظمات سنعمل جاهدين على أن
نمنع مثل هؤلاء من خلال الإجراءات القانونية. أعتقد اليوم هنالك لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة كل يوم أو في كل قرار تضيف مجموعة من المنتهكين لقائمة الملاحقين، وأعتقد أن مثل هؤلاء الناس لن يفلتوا من العقاب. يجب أن يكون هنالك برنامج واضح لجمع الأدلة لتجميع الوثائق. هنالك فيديوهات أظهرت طارق محمد عبد الله صالح مع أبو علي الحاكم المطلوب في قائمة الأمم المتحدة، بمعنى أن هؤلاء شركاء كما قلت لك في الانقلاب، شركاء في كل الجرائم، وبالتالي هؤلاء لن يعفوا من المسؤولية، والمنظمة الحقوقية ستعمل جهدها للحيلولة دون أن يتصدروا هؤلاء المشهد وفقا للطرق القانونية والآليات المعروفة والمتبعة في ذلك. نعم، إذن أشكرك جزيلا السيد توفيق الحميدي، كنت معنا من مدينة فيينا، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الآخر السيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. يعني سيد مختار، بينما يعني يتحرك طارق صالح في مناطق الشرعية بدعم وبتأمين من قبل قوات التحالف، الرئيس هادي لا يستطيع العودة إلى العاصمة المؤقتة حتى اليوم. نعم هذا صحيح، رئيس الجمهورية أعلن أكثر من مرة أنه سيعود إلى مدينة عدن، وللأسف أن الإمارات تقف حاجز أمام هذه العودة وتقول أن هناك ترتيبات أمنية وأن الوضع الأمني لا يسمح بعودة الرئيس وأن هذه الإجراءات الأمنية هي من أجل مصلحة رئيس الجمهورية. وهذا طبعا واضح للجميع حين أعلن رئيس الجمهورية من خلال اللقاء في قبل 3 أشهر من خلال اللقاء مع صحيفة القدس العربية اللندنية، وأعلن صراحة أنه سيذهب إلى الولايات المتحدة ويعود بعد ذلك إلى عدن. نقول أن ما تقوم به الإمارات اليوم من دعم لطارق ودعم لغير طارق، أن هذه الأعمال لا تصب في صالح اليمن ولا في صالح مشروع التحالف الذي جاء من أجل إعادة الشرعية. نقول في البداية أن وذكرنا هذا في البداية، نقول أن على طارق وعلى كل القيادة المؤتمرة إذا كانت مؤمنة أو آمنت اليوم بأن مشروع الحوثي مشروع تدمير ويريدون أن يواجهونه، فلا يوجد هناك أي طريق آخر إلا طريق العودة إلى الشرعية واليمن بشرعية والحرب تحت إطار الشرعية. ما دون ذلك سيبقون متمردين مثلهم مثل الحوثي. نعم، إذن أشكرك جزيلا مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. يعود إلينا مجددا السيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي. سيد عبد الهادي، يعني قبل أن نفقد الاتصال بك منذ قليل كنت قد أوضحت أنه يعني لا يمكن للتحالف العربي القبول بإعادة تدوير رجالات النظام السابق، بينما كما هو ملاحظ يعني إعلام التحالف العربي، قيادات التحالف العربي يعني مبتهجة إلى أبعد حد في مسألة يعني عودة أو ظهور طارق، وأيضا مسألة يعني إعادة تلميع رموز النظام السابق من جديد. أعتقد أن إعادة التلميع الذي يمارس الآن بشكل أساسي في هذه المرحلة له هدفا واحدا فقط، هذا الهدف يتمثل في تفكيك القوى العسكرية التي بيد الانقلاب فقط لا غير، لكن أن يشمد إلى هؤلاء دور هؤلاء كانت بيدهم كل القوة وفقدوها، فهل التحالف يكرر نفس العملية ويعيد بناء قوة وإمكانيات؟ المشكلة ليست مثلا في المناطق المحررة في الكم البشري ولا أيضا في القادة، المشكلة كما يطرح القادة العسكريين في الإمكانيات. لو توفرت هذه الإمكانيات للقيادات الموجودة لكانت قد تقدمت وحسمت الأمر بسرعة. لكن هذه المسألة ليست مفهومة إلى الآن. نعم، لكن صدقني هم لو يعني لاقوا القبول بإمكانهم تصديرهم وإعادتهم ك يعني كقادة إلى المشهد من جديد، وأيضا لمكنوهم من يعني حسم الأمر. ولكن أيضا ما نلاحظ حتى اللحظة عدم القبول من قيادات الانقلابيين حتى اللحظة، الذين يعني لاقوا من الحوثي الكثير بمسألة قتل الرئيس المخلوع وأيضا تهجيرهم وملاحقتهم في كل مكان، مع ذلك ما زالوا يتكلمون بنفس لغة عبد الملك الحوثي، والتحالف بالمقابل مستعد أن يعطيهم كل الصلاحيات في يعني إدارة أمور البلاد. هناك خلط كبير بين المفهومين.
أليس الرئيس عبد رب منصور هادي هو الأمين العام للمؤتمر الشعبي؟ أليس أيضا رئيس الوزراء نائب الرئيس عدد كبير من الوزراء؟ أليس هؤلاء من المؤتمر الشعبي؟ لكن أن يحصر المؤتمر الشعبي بصالح فهذه كارثة أيضا إذا جرت تكلم عن حزب سياسي وعن قيادات عسكرية. بالنسبة للقيادات العسكرية المسألة تختلف، في بلد كان دستوره بدرجة أساسية يبعد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي، وبالتالي هؤلاء إما أن يكونوا مجرد جنودا في الشرعية، وهذا ما يخص بالنسبة للعسكريين، العسكريين إما أن يقبلوا بشكل أساسي بالسلطة الشرعية وبالعمل تحتها، لأن التحالف دخل لدعم السلطة الشرعية وإعادتها وإنهاء الانقلاب، أي أن السبب الأساسي علينا أن لا نتجاوزه وأن لا يضخم الأمر بشكل كبير، وذلك عملا إعلامي، لكن العمل يجب أن يعود لمسألة قرار تشكيل التحالف العربي، وبالتالي التدخل كان بطلب من الرئيس الشرعي عبد الله منصور هادي، وعلينا هنا أن نفصل ما بين العسكريين وما بين السياسيين. العسكريين بشكل عام الشرعية عليها القواعد هي والتحالف العربي نفسية المقاتلين معنوياتهم، من كان يقاتلني بالأمس في الطرف الآخر اليوم سوف يقاتل إلى بورق، هؤلاء يطالبون بمعسكرات منفردة بإمكانيات منفردة، وهذا الاتجاه معناه كرتكيف عامة تقول بوجود التحالف نفسه، لأن التحالف ممسك عن قيادة شرعية ممثلة بعبد رب منصور هادي، لأنه هو الذي يمنع التحالف البقاء والعمل لدعم هذه السلطة، وهذا الجزء الأول. أما ما يخص جماعة من كانوا من المؤتمرين مع صالح فهؤلاء يرفعون السقف يعتقدون أنهم سوف يحلون بدلا من المؤتمر الشعبي الداعم للشرعية الذي حضر مؤتمر الرياض الذي غادر صنعاء بشكل مبكر خلف الرئيس ونائبه وخلف أيضا رئيس الوزراء والمجموعة الكبيرة العديد من فلان أسماء كثيرة ممن كانوا أي حتى منهم سلطان البركاني والبقية، وهي القيادة التي تأتي بعد صالح في هذا الاتجاه لتصبح المسألة أن هؤلاء يمارسون ابتزازا سياسيا لترتيب أوضاعهم بعودتهم. هؤلاء كانوا متهمين إلى أمس بأنهم المسؤولين عن تحريك وحدات عسكرية، عن تسليم السلطة، عن تسليم العاصمة، عن تسليم الجيش وتدميره، عن القصف، لأن القوة الضاربة كانت بيد هؤلاء وبيدهم الأسلحة الحديثة، بيدهم كانت فصائل كبيرة من الجيش من الحرس الجمهوري القوات الخاصة أجهزة المعلومات وأيضا أموال من أموال الدولة، فبالتالي التعامل مع هؤلاء على أنهم المنقذون هم من صنعوا الكارثة، فكيف يمكن أن يكونوا منقذين إذا كان حليفهم الذي أدخلوه لابتزاز الآخرين هو من قضى عليهم قضى على زعيمهم، وبالتالي هؤلاء لن يكون لهم تأثير. من كانوا مع الشرعية من الجيش القديم غادر منذ وقت مبكر وأعاد ترتيب صفوفه والجميع يقودون جبهات في مختلف الأماكن، لكن ظلوا على ولائهم لصالح، وبالتالي هؤلاء اليوم أصبح لاعب لهم، وعملية تسويق يحيى صالح وكأنه يعني يمتلك العصا السحرية لموسى بن عمران، هذا نوع من التفكير الساذج والتفكير اللامع. نعم وضحت الصورة سيد عبد الهادي، لكن هنا باختصار يعني باختصار شديد لأن بسبب ضيق الوقت، يعني ما الذي يمكن لليمنيين يعني فعله من أجل التمسك بمستقبل اليمن وأيضا بما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ هناك مرجعيات للحوار، ونحن الآن أمام انقلاب وتمرد وجريمة، علينا أن نعي ذلك تماما. قرارات مجلس الأمن واضحة، منع التدخل لدول مجلس التحالف العربي واضحة، هي إعادة الشرعية. أولا يجب استعادة الدولة وإعادة الشرعية وتحرير البلد من الانقلاب، وبعدها يكون ما يكون، هناك أسلحة يجب أن تسلم، هناك شروطا أساسية، هناك أسلحة يجب أن تسلم، هناك ميليشيات
يجب تفكيكها وإنهاءها تماما، وبالتالي الحديث عن جماعات سياسية غير عنيفة هذه مسألة أخرى، أما الجماعات السياسية العنيفة فهذه مكرمة ولا يمكن قبولها، وهذه مسألة لا يمكن التعاطي معها. الناس قدمت آلاف من الضحايا مجرم دمرت ما جمعه اليمنيين في قرن كامل من الزمان من إمكانيات وأفراد، دمرت مزقت النسيج الاجتماعي على المهووسين بمشاريع خارج هذا المشروع الوطني الكبير. عليهم أن يعوا أن الناس لا تقبل مكتوبة الأيدي ولا يمكن أن تقبل بها كذا وضع، ولا يمكن أن تقبل بمن كان يقتل المجتمع بالأمس ويحاصر هذه المناطق ويضرب مختلف الأسلحة أن يكون قائدا عليها اليوم أيا كان المبرر، وحتى لو كان وضحت الصورة سيدتو عليه السلام. نعم سيد عبد العزيز، وضحت الصورة، أو عفوا عبد الهادي، أشكرك جزيلا. المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي كنت معنا من محافظة تعز. وفي الختام أيضا الشكر لضيوفي، كان معنا من فيينا مدير دائرة الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي، وأشكر أيضا مستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي كان معنا من العاصمة الأردنية عمان. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.